فصل زراعة عامة تبقى تغيير الفصول بتاعت العروس والزيت. في عروس وعروس. والليبيا طبعا مخبأة علينا. الليبيا خبأة. النهاردة عندها الطماطم ب 240 جنيه، فيها 20 كيلو هتاخدها ب 12 جنيه. يعني مش هبيع بتاع مصر مثلا ب 7 وب 8 وهسيب بتاع البولو ب 12 جنيه. يعني سبب يعتبر السبب الرئيسي برضه في ارتفاع الاسعار هو تصديرها للخارج. مش تصديرها للخارج، هو بيبقى سوق حر اصلا، هو بيقف زيه زي بس الفرق ان هو معاه السيوله بتاعته اكتر من البياع اللي هو داخل البلد، فبيتسوق ما بيهموش الفلوس. الراجل بيجي شنطه الفلوس بيتسوق بيها، عايز محتاج عربيه عربيتين ثلاثه بيتسوق قبل اي حاجه. يعني انت حركه البيع دلوقتي يعتبر منعدمه يعني؟ اكيد طبعا. انت كنت من الاول بتفضي 30 40 عدام، مش انا مفضي 6 عدات يعني. ولسه ما فيش برضه بيع. اللي كنت جايبها امبارح ب 160 جنيه النهارده بيكون عشرين جنيه، فبيع بيعها ليه؟ خليها موجودة. ارحمونا شوية، يعني واحد بيربي يتامى يصرف منين؟ هنجيب منين المعاش قليل؟ 500 جنيه يعملوا ايه مع اربع عيال؟ 500 جنيه يعملوا ايه مع اربع عيال؟ والله ما يكفوا وثلاث بنات وولد، يعني هيعملوا ايه؟ يعني ينفع الكلام ده؟ تمام، كلمنا كده الاسعار الطماطم بكام دلوقتي؟ ما هي ب 8 اهو ب 10 ب 10 ده معاك ب 15 بره، معفنه خالص ب 10 ده كلها دود وكلها دود ومش لاقوا تقطعوا هم 10 جنيه كلها دود، النظيفه ب 15 جنيه. ال 100 جنيه ولا بيصرف ما فيش، ما تلاقيش حاجه ولا 200 جنيه. قولوا ايه؟ قولوا لا اله الا الله، مطالبهم ربنا بس العيد تلقى شوية العيش العالم عايشة في قرض عايشين في قرض والله هنشوها منين ونجيبه منين؟ كيلو مسألة خضرة ب 20 جنيه كيلو سمك البولت ب 30 جنيه ما عاد بيتاكل ب 40 جنيه. قول لي انت مكان الليمون يبقى ب 20 جنيه ده هنا رخيص كمان. الراجل اللي بياخد 500 600 جنيه يعمل ايه؟ ياكل ايه؟ معايا النهارده توم النهارده ب 10 جنيه. العيل الصغير اللي في سنه اولى ابتدائي بياخد ده وب 40 جنيه التوم الناس معايا. يعني انت الاسعار دلوقتي انت يعني انت الاسعار دلوقتي مرتفعه جدا. لا 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 الله بدون ابداع يا باشمهندس. اسعار فين اللي انت عارف تعالى شوف الليمون بره ب 12 جنيه. لما التوم قبل ما يطلع كان ب 70 جنيه. والله العظيم التوم تعالى النهارده تعالى النهارده ادي راجل 100 ادي واحده 600 جنيه قول لها انزل السوق اجيب طماطم ب 10 جنيه تجيب بزله ب 15 جنيه معايا. وفين هو الرقابه؟ وفين هي التوميل؟